أهلا بكم من جديد. أكد الناطق باسم رئيس الحكومة الليبية محمد حمودة أن رئيس الحكومة قد غادر مدينة طبرق شرق البلاد بعد فشل إقرار الميزانية العامة للدولة خلال جلسة مجلس النواب الاثنين. وتابع حمودة أن اللجنة الوزارية المشكلة من الحكومة ستتولى متابعة بنود الميزانية المقترحة وستعقد اجتماعات مع لجنة المالية بمجلس النواب الثلاثاء. إلى ذلك كشفت مصادر ليبية أن طائرة دبيبة غادرت المطار دون أضواء عقب قيام مجهولين بقطع التيار الكهربائي عن المدرج، واستخدمت سيارات لإنارة المدرج ليتمكن دبيبة من الإقلاع بالطائرة. كما تعرض موكب دبيبة إلى العرقلة ورفعت بعض العناصر شعارات ولاء لحفتر. هذا يذكر أن نواب طبرق قدم في جلسة الاثنين انتقادات لعمل الحكومة رغم كون الجلسة مخصصة لمناقشة بند الميزانية العامة للدولة. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن دكتور أحمد معيوف الكاتب والأكاديمي الليبي، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من طرابلس السيد سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة. دكتور أحمد معيوف، كيف نفسر تحول جلسة مجلس النواب من عرض للميزانية إلى جلسة لمناقشة قضايا أخرى ليس لها علاقة بالميزانية؟ ألا يعتبر ذلك محاولة من قبل نواب طبرق لتعطيل أعمال الحكومة؟ لا شك أن هذه حتى بعثت الأمم المتحدة في برلين في الاجتماع الأخير أشارت إلى الأمر هذه وطلبت من البرلمان أن يسرع في عملية اعتماد الميزانية الدولة، ولكن للأسف الأمور لا تسير كما يرجى لها. يعني احنا نعرف للأسف واحدة من الأشياء اللي تعطل الميزانية هي المصالح الشخصية لبعض الأشخاص في البرلمان نفسه، ففي عملية مساومات تلين رداء للذراع للحكومة حتى تستجيب لمطالبات هؤلاء الأشخاص. بس بصورة عامة الحقيقة يعني تقدر تحط سلة الميزانية بين مؤيديها ورافضيها في سلتين، يعني فيها تبريرات الحقيقة مقبولة لرفض الميزانية بشكل قدمت فيه، لكن فيه الأسباب الرئيسية للعرقلة لا تعود إلى التبريرات المعقولة وإنما إلى أمور أخرى للأسف. طيب نعم. سيد سعد بن شرادة، هل تعتقد أن كان هناك نية من طبرق أو من برلمان طبرق عرقلة للمصادقة على ميزانية الدولة وتعطيل عمل الحكومة؟ أولا مساء الخير بالنسبة ما يحدث في الميزانية، يعني نعتبر هنا نزاع ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. الحقيقة يعني الميزانية التي وضعت ميزانية غير مدروسة، ميزانية أراد لها الحقيقة بصرف أموال في غير مجالها، لأن نعلم جيدا أن هذه الحكومة التمهيدية وهي يجب أن وضع آلية تمهيدية للانتخابات القادمة. فهناك وضعت ميزانيات تحول وميزانيات الحقيقة وميزانيات طوارئ، الحقيقة لا لها علاقة بما يوصل إلى تاريخ 24 ديسمبر. أيضا في المقابل يعني البرلمان، هناك شخصيات في البرلمان وعلى هرمهم الرئيس السيد عقيلة، أنا لا أعتقد هناك ربما يعني تعطيل ربما يكون متعمد، ولكن في هذه تخلط الحقيقة الحابل بالنابل بخصوص الميزانية. اللي يجب أن يحدث هو الآن يجب الحكومة الوحدة الوطنية تخضع لمخرجات اللجنة المالية بالمجلس النواب وتضع بناء على الأبواب التي كانت توصية من المشرع، وعادة هو المشرع من يرسم سياسات ووضع السياسات الدولة. وانت عارف يعني فترة الآن حوالي ممكن أقل من 6 شهور تفصلنا على 24 ديسمبر، فهذا يجب. ولكن المناكفات هي ما وصلتنا إلى ما وصلنا إليه الحقيقة، هو تعنت من الحكومة بوضع أبواب لا علاقة لها بالمرحلة، كمثل باب التنمية وباب الطوارئ. يعني هذا تحكي على حوالي قريب ب 30 مليار دينار ليبي،
طيب الحقيقة هذا الباب يروا فيه بعض النواب أنه هو باب يعني منبع للفساد في ظل مرحلة لا تحتمل أنك أنت الآن تنمية في حوالي 5 شهور أو 6 شهور يعني. نعم طيب هذا دكتور، هو كان سأعود إليك. نعم. سيد سعد سأعود إليك دكتور أحمد، يعني أشرت إلى أن هناك نواب كانوا يطالبون بمطالب شخصية كنوع من الابتزاز للحكومة، ما نوع هذه المطالب التي يطلبونها؟ هي مختلفة، بعض قد يكون شخصي، طبعا نتفق مع سيد سعد فيما أشار إليه، لكن بصورة لكن الأمور الثانية اللي هي تخليط الحبل بالنبل كما يقال، فالأمور طبعا اللي سببت العرقلة واللي يحاولوا يلقوا لها مبررات، زي مثلا سيطرة الصديق الكبير على المصرف المركزي، زي عدم وضع بند خاص بالجيش، وزي مثلا المراكز السيادية، فأصبحت فيه عملية تفاوض على تحقيق بعض المطالب هذه، وهي مطالب لتهم أشخاص معينين في البرلمان الحقيقة، لا تهم كل برلمان، وتمرير الميزانية. لكن النقطة الحقيقة للحكومة كان يجب أن تنتبه إليها، أن المصاريف الكبيرة الحقيقة في بند التنمية وبند الطوارئ كما تفضل السيد سعد لا أهمية لها، لأن دور الحكومة محدود في تجهيز الدولة إلى الانتخابات القادمة. عملية التنمية تحتاج إلى خطة خماسية وعشرية تقوم بها حكومة قائمة وليست حكومة راحلة في 6 شهور. فالحقيقة تقديم الميزانية بالشكل اللي قدمت به يعطي مبررات كثيرة جدا للمعرقلين، حتى وإن لم يسعوا إلى إبراز مضامين مطالبهم، وإنما يستطيعوا تبرير مطالبهم عن طريق التشكيك في البنود الميزانية نفسها للأسف. طيب نعم. طيب سيد سعد بن شرادة، يعني مغادرة الدبيبة لطبرق وبهذه الطريقة السريعة وبالطريقة التي غادر فيها على أضواء السيارات، هل تعبر عن فشل المساعي لإقرار الميزانية، وهل تعبر عن شعوره بعدم الأمان في طبرق؟ لا هو أريد في لخط في ما حدث في طبرق. الحقيقة هو بالنسبة لرئيس الحكومة كان موعده يعني هو لعرض عمل الحكومة لمئة يوم، وبعد ذلك هناك لجنة وزارية مكلفة بدراسة مع اللجنة المالية بخصوص دراسة الميزانية، لكن بالنسبة لمغادرة السيد رئيس الحكومة هي مغادرة طبيعية، لأنه هو أنهى العرض بتاعها ورحل يعني فقط، بس ولا أكثر ولا غير يعني. بس هناك لغط يعني ما يدول في أخبار، سواء كان من القنوات المرئية أو المسموعة أو المرقوعة، يعني لا أساس له من الصحة يعني. شكرا لك سيد سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، كنت معي عبر الهاتف من طرابلس. دكتور أحمد معيوف، يعني الحقيقة كان هناك عرقلة للرئيس الحكومة، يعني هناك أشخاص أو عناصر محسوبين على حفتر عرقلوا موكب دبيبة، أيضا في المطار أطفئت الأضواء الكهرباء، واضطر سيد دبيبة إلى المغادرة على أضواء السيارات. إلى أي مدى يشير هذا إلى يعني كان تحدث دبيبة عن أنه كل شيء تم توحيده في ليبيا باستثناء الجيش، إلى أي مدى يشير هذا اليوم إلى أنه الحكومة لا تسيطر على شيء في الشرق الليبي؟ للأسف هذه الحقيقة، وهذا ما حدث لحكومة الوفاق. يعني حكومة الوفاق وقعت في نفس المأزق، وهي أنها لم تستطيع أن تضع سيطرتها على كل البلد بسبب أن تعنت الجيش وعدم انضمامه وقبوله بالاتفاقيات السياسية اللي تحدثت بحكومة الوحدة. أيضا هو يعتبر، هو يقول بأن يدها لكن لا يعتبر جزء منها، رغم أنه طبعا هو مبرر معين من البرلمان، والبرلمان اعتمد حكومة الوحدة، وبالتالي يعني آليا يجب أن ينضوي الجيش إلى حكومة الوحدة ويصبح تحت إمرة الرئيس المجلس الرئاسي. لكن للأسف تعنت الجيش لازال قائم، وبالتالي المشكلة في ليبيا إن لم يتم
إن لم يتم معالجة ملف توحيد القوة العسكرية والجيش تحديدا، فأعتقد أن الأمور ستظل على ما هي عليه، سيصبح فيه دائما احتمالية العودة إلى السلاح والاحتكام إليه. أشكرك جزيلا دكتور أحمد معيوف الكاتب والأكاديمي الليبي، كنت معي عبر سكايب من لندن.